ايوه هذا اللي هني هني هذا ايوه حصلت قفطان لسارة وقفطان لنورة واحمد وهيلم. ايوه خليني نبعت ماله. الله 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 على الالوان الحلوه، حتى اني نبي ناخذ والله، حتى اني لما ناخذ خاطري حتى اني عيد نبي نلبس. ايوه هم بس زاهية يا زاهية. أيوة يا طيب أنا هنا، تعالى توين مشيتي وين؟ تعالى أنا قاعدة هنا في دار العربية، تعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا عقابها يا زاهية، الدحي ستيكة الدحي في دار النوم. هدي روحك، شنو يعني جنت بني يلا غالب ايه هيك در دسيتها، دسيتها على خاطر الصغار. دسي في ستيكة الدحي في دار النوم، هذه مكانها الثلاجة، مكانها في الدولاب، مش في دار النوم، دار النوم صنتها الدحي. راك فرحان يا طيب، راك فرحان، شو تبي نقول لك توا؟ ما وانت ما تعرفش الصغار عقاب الليل شنو يديروا، انت نوم تشخر وخلاص، هم لما يخشوا الكوجينة ما عاد يخلوا في حتى حاجة، كل شيء يمسحوا فيه في الليل، يجوع الصغار. سألم رزق بهم، بعدين مخلية دار النوم صنتها زي السنفاس. بايبا تحرقش دمك وانت يا لطيف، ما عندكش وين الريح. تعال يا قعمس، تعال يا قعمس، بنوريك حاجات حاجات العيد. قعمس تعال يا قعمس، عيد عيد شنو في زمن الكورونا هذا؟ لا لا غلط، على اسمع شوفه معي، شوفه معي، ترى تعال معي هنا. شفت, شفت 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 البدله هذه محلاها، هذه شوف ملابس نسائيه ورجالية وأطفال، وتعرف يا طيب لكل الأعمار. إيه لكن توا كورونا وحجر صحي والمحلات بحة مسكرة. والله صح، التجار يا ناري مساكين في هالعيد هذا، يدي كلو فلق مظبوط من هالكورونا هذه. الله غالب الله غالب. إيه؟ وهم يراجوا فيها العام هذا ويخدموا عليه طول العام، لكن الله غالب الكورونا. ايه لكن هم تب الحق راهم يبيعوا ويشروا راهو عادي. لا 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 مسكرين كلهم مسكرين. إيه؟ وبعدين الحرس البلدي واقف قدام الباب واللي يفتح ولا كذا يشوطه بمخالفه ما تعجبكش بكل. ضحك حتى انت مسكين يا ودي، قاعده نقول لك يبيعوا ويشروا في كل شيء. شفت هنا ولا هذا كل اللي ورته لك هذا بالنت، اي حد يبي حاجه يبعث للمحل بالنت توصل لي عنده. لا 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 اشاعات هديه وما تصدقيهمش، واكيد هديه صفحات وهميه. يا ودي اشاعات شني وهميه شني، ياهو قدامك اني اني نبعت لهم ويردوا عليا كيف وهميه. وتعرف يا طيب راهو عادي، حتى الحاجه كان ما عجبتكش راهو ما تدفعش بعدين الحاجه تعجبك. لا لا بعدين هذا ماهوش وقته توع، ماهوش وقته بكل احوايج العيد، ماهمش وقته في زمن الكورونا نوع عيد. يعني شني يعني نوع عيد؟ كيف يعني؟ يعني كان الكورونا خلاص، لا الصغار يفرحوا بالعيد لا بحوايجهم لا راهي هذه فرحة عيد. يعني شنو خلاص الدنيا توقف كان على خاطر الكورونا؟ لا قراية لا شيء، هيك كلنا نوقفوا. لا 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 خلاص، الازدحام غير مرغوب فيه، الازدحام مش مطلوب، الازدحام مع بعضهم مش مزبوط. بعدين فضلي الوقاية خير من الازدحام، فكيك منهم هذومايا كلهم. اسمع كلامي وريح روحك، انا قلت لك لاني انا اهو قدام الجهاز قدامي نطلب في المحل ونقول نبي اللون الازرق، نبي اللون الاحمر، نبي اللون هذا، يقول لي حاضر، ويقول لي شني نبعتهم لكل حاجه ما عجبتكش يا مدام رديها. تو هذا كلام منا يصير؟ تو احنا في زمن الكورونا تبه، وكان الكورونا شنو الدنيا يعني خلاص؟ يعني مش هذا عيد مازلناش نفرح؟ هو حتى الكبير بنفرحوا بين الصغير. باي فكرتي غير في العيد. ايه؟ ما فكرتيش في النازحين والمهاجرين من بيوتهم والسيولة اللي ما فيش والوضعية اللي احنا فيها؟ ما فيش داعي يا زاهية، ما فيش داعي. ان شاء الله تغير الايام وتبدل الوقت ونفرحوا بالعيد. يا ما والله فرحنا ولبسنا جديد في جديد. توا المهجرين والنازحين واللي هنا واللي هنا ليهم تعرف قداش؟ ليهم 10 سنين. توا بس يا فالح توا تذكرتهم غير في العيد لما بنفرحوا الصغار. لا انا متفكرهم ومتضامن معاهم يا اخي. متضامن معاهم؟ ايه.
باي تعرف شني نبيك تسمع الكلام. أنا توا بنخلي لصاحب المحل رقمك أنت باش يتصلوا بيك ويقولوا لك الحاجة أنت تجيك. نو 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 لا 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 يا ماما لا لا تعطيهم رقمي ولا عندي بيهم علاقة. أرجوك طلعيني من الخوطة هدية. أنا متضامن مع الناس هذومايا، مع المهاجرين، مع المساكين هذومايا، مع اللي ظروفهم تعبانة، أنا متضامن معاهم. أهلا بالعيد، ولكن لا مانيش شاري أي شيء ولا مداير أي شيء. يعني أنت متضامن بس وأنا لا، يعني مش واجعيني، لكن شو بنديروا يا طيب؟ هو هذا عيد وفرحة الصغار، هيك معقولة نخلوا صغار هيك من غير إحنا نتحملوا، لكن الصغار يقعدوا من غير حوايج عيد. يا زاهية ربي يهديك يا زاهية، الصغار هذوما ناخذوهم بكل حب وبكل حنان، ونحكوا لهم وندعوا لهم على العيد وعلى المحبة وعلى التسامح وعلى التراضي، وشني معنى العيد وشني خصال العيد وشني فيه العيد، ويتوكلوا على الله. نديروا شوية شاهي وشوية عصيدة وشوية كذا كذا، ومن فيه وكان الله يحب المحسنين، ويلبسوا حوايجهم متاع العام اللي فات او متاع العام اللي قبله ولا العام اللي قبل قبله. تو عاد شو رايك عاد نبغوا نعرفوا المثل الشعر. المثل يقول يا عيد عيد الناس مانك عيدي، يا عيد عيد الناس مانك عيدي، يا عيد عيد الناس مانك عيدي. اكمل المثل الشعبي واربح جائزتين من شركة مرسين المساهمة وكيل هومر. للمشاركة اكتب الإجابة الصحيحة في تعليق على البث المباشر لمنوعات اللمة على فيسبوك بصفحة سلام، أو اتصل على هذه الأرقام خلال بث برنامج إدوي ليبي، وهيك تربح أكثر من جائزة من خلال الفيسبوك والتليفون. وسيعلن عن الفائزين كل ليلة في السهرية خلال عرض برنامج إدوي ليبي.